في موضوع مغاير، تساهم المرأة الجزائرية بشكل كبير في ترقية الاقتصاد الوطني من خلال احتكاكها بشتى المجالات، جعلتها تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل، وما جعل تكوينها وإرشادها أمر ضروري. معمر العروسي ووردة أقشيش. المرأة مكملة ومساعدة للرجل في شتى مناحي الحياة، حيث بات لها دور مهم في ترقية الاقتصاد ودعم التنمية. هو ما حاول ملتقى حول دور المرأة البليدية في تدعيم التنمية المحلية تسليط الضوء عليها. اقتحمت المجال البناء بعد عملي في عدة مؤسسات خاصة وعامة. قررت نخوض التجربة بإنشاء مؤسستي الخاصة عن طريق لونساج. مساهمة المرأة في تنويع ودعم الدخل من خلال إشراكها في كل المجالات يستلزم تكوينها وإرشادها عبر عرض تجارب ناجحة لسيدات قطعن أشواطا مهمة في مجال الأعمال. الجانب المقاولتي اللي المرأة في يعني في الحقيقة كانت قد يعني أظهرت إمكانيتها وإبداعتها عندما يتعلق الأمر بالمبادرة المقاولة. المرأة العاملة والمرأة الماكثة بالبيت عاملان أساسيان في تطوير العملية الإنتاجية وترقية الاستثمار، باعتبار أن الأولى منتجة والثانية مؤطرة وموجهة.